تترأس الكويت ممثلة بوزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق الاجتماع الأول للجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق خفض الإنتاج في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لبحث تقييم الأوضاع في السوق النفطية وتأثير قرار الخفض على حركة الأسعار والسبل الكفيلة بتعزيز مستوياتها. كما ستنظر اللجنة في اعتماد آلية لمراقبة الإنتاج ستتقدم بها الكويت على أن تعتمد بشكل خاص على المصادر الثانوية ومراقبة الصادرات.